الصباح وراح يلعب بكرته الحمراء. ثم وجد برتقالة على الطاولة في منزله، فأخذ البرتقالة وظل يلعب بها مثل الكرة في الحديقة. ثم سمع رامي صوتا يبكي، وكانت المفاجأة أنه من البرتقالة. فسألها رامي وقال لها: لماذا تبكي؟ قالت وهي في غاية الغضب: تعرف ما أنا؟ فقال رامي: أنت طبعا برتقالة. قالت: وهل تعرف ماذا تفعل بي؟ فقال رامي: نعم، أنا ألعب بك وأقطفك هنا وهناك. قالت وهي تبكي: ماذا تقول؟ أنا برتقالة ولست كرة. لقد خلقني الله لأشياء مهمة. فيمكنك مثلا أن تصنع مني مربى، أو تصنع مني عصيرا، أو تأكلني. فسأل الولد أمه عما قالته البرتقالة. فقالت له أمه: فعلا يا رامي، قالوا فيه فوائد كثيرة. فالله خلق لنا هذه الثمرة تعطينا الزيوت والفيتامينات المهمة لأجسامنا، تعطينا الصحة والحيوية، وعنا نزلات البرد والزكام. والآن هل عرفت أنك أخطأت في حق البرتقالة؟ يجب أن تعتذر منها. ذهب رامي إلى البرتقالة واعتذر منها، وقال لها: سامحيني، لن ألعب بك ثانية. أصبح رامي يشرب عصير برتقالي كل يوم، لأنه تأكد أن البرتقال صحي جداً.